يواصل الوفد الأمني المصري لقاءاته في قطاع غزة لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وفي أحدث لقاءاته اجتمع الوفد برئاسة اللواء سامح نبيل والقنصل العام المصري خالد سامي والعميد عبد الهادي فرج بعدد من رؤساء العشائر والقبائل الفلسطينية لوضعهم في صورة المصالحة الفلسطينية. تهدف لقاءات الوفد الأمني المتواصلة لتذليل العقبات أمام عمل الحكومة الفلسطينية.